لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. في ظل التوتر القائم بين إسبانيا والمغرب وفي ظل تلميح إسبانيا لتحويل تغري المحتلين سبسوم ليليا إلى مناطق عسكرية، كانت مدريد قد أكدت أكثر من مرة نشر المغرب راجمات صواريخ صينية في شمال البلاد حول سبسوم ليليا المحتلتين. ونقلت صحيفة الأسبوع الصحفية في يوليوز من عام 2019 أن الجيش المغربي ليس لديه رقم مضبوط لعدد الراجمات من طراز AR2 300 ملم بنظام متعدد القذف في محيط 50 إلى 150 كيلومتر. ونسبة إلى المصادر الورقية نفسها فإن عدد الراجمات يقدر ب 34 واحدة استقطبتها القوات المسلحة الملكية في عمليتها، لكن المخابرات الإسبانية اعتقدت أن كل هذه الوحدات موجودة في الصحراء المغربية. فجأت المفاجأة بوجود بعض هذه الوحدات في شمال المملكة وحول سبساوم ليليا، وكانت القوات المسلحة الملكية قد عززت ترسانتها من المدفعية الصاروخية بوافد جديدة، حيث جرى إدخال بطاريات من راجمات الصواريخ الموجهة WSD الصينية إلى الخدمة بمدفعية الجيش المغربية. وكان المغرب قد بدأ مفاوضات مع الصين سنة 2010 وتوجت بالتوقيع على هذه الصفقة، واتجه المغرب إلى بكين بحكم أن الغرب لا يبيع راجمات وصواريخ بل يكتفي بتزويده بالطائرات المقاتلة مثل شرائه الميراج في الماضي من فرنسا وF-16 الأمريكية منذ سنوات، علاوة على الدبابات والسفن الحربية. ولم يكن المغرب زبونا للسلاح الصينية، لكن خلال العشر سنوات الأخيرة انفتح على الصين واقتنى منها أكثر من نصف مليار دولار من السلاح. ويرفض العالم الغربي بيع صواريخ وراجمات إلى الدول العربية لأسباب منها وقوع بعض الدول العربية في الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي، أي يفصل بينهما فقط البحر المتوسط والسبب الثاني، حتى لا تشكل خطرا على إسرائيل. وتلجأ الدول العربية إلى روسيا والصين للحصول على الصواريخ ومضادات الطيران، وكانت السعودية قد اقتنت راجمات الصواريخ هذه، كما تسعى مصر إلى امتلاكها بينما فضل الجزائر منتوجات روسية. نشكركم على حسن المتابعة.